أهلا بكم. الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا تمنح المجلس الوطني الفلسطيني وضع شريك من أجل الديمقراطية، فيما ذكرت مصادر في اليونسكو أن فلسطين ستصبح عضوا كاملا خلال المؤتمر العام لهذه المنظمة في تشرين الأول أكتوبر الحالي. والبرلمان الفلسطيني هو ثاني برلمان يستفيد من هذا الوضع الجديد الذي استحدث في العام 2009 ومنح للمرة الأولى إلى المغرب في حزيران الماضي. المسيرات والاعتصامات في الضفة الغربية وقطاع غزة تستمر تضامناً مع الأسرى الفلسطينيين المضربين عن الطعام في السجون الإسرائيلية، فيما حذرت جمعية واعد للأسرى والمحررين في غزة من تدهور ستشهده السجون الإسرائيلية في أعقاب فشل الحوار بين إدارة مصلحة السجون وممثلي الأسرى بسبب رفض مصلحة السجون الاستجابة لمطالب الأسرى إلا بعد وقف إضرابهم. الرئيس محمود عباس يبدأ اليوم الأربعاء جولة تشمل فرنسا وهندوراس وكولومبيا والبرتغال، وذلك في إطار جهوده الرامية لحشد أوسع اعتراف دولي بالدولة الفلسطينية ولحشد مزيد من المؤيدين في مجلس الأمن الدولي لطلب فلسطين الحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة. وسيوجه الرئيس عباس خطابا شاملا أمام برلمان الاتحاد الأوروبي يستعرض فيه الموقف الفلسطيني من التطورات ويشرح فيه أسباب توجه فلسطين لنيل العضوية الكاملة في الأمم المتحدة ومتطلبات العودة إلى المفاوضات مع إسرائيل. روسيا والصين تستخدمان حق النقد ضد مشروع قرار للأمم المتحدة صاغته أوروبا في مجلس الأمن الدولي يدين سوريا ويلمح إلى أنها قد تواجه عقوبات إذا واصلت حملتها على المحتجين. ولقي مشروع القرار تأييد 9 أصوات وامتناع 4 أعضاء هم البرازيل والهند ولبنان وجنوب إفريقيا، ولم ترفضه سوى روسيا والصين. وكانت فرنسا قامت بصياغة مشروع القرار بالتعاون مع بريطانيا وألمانيا والبرتغال. الجيش التركي يبدأ اليوم مناورات في محافظة هاتاي قرب الحدود مع سوريا التي لجأ إليها أكثر من 7000 سوري هربا من أعمال قمع التظاهرات المناهضة للحكومة منذ 6 أشهر، كما أعلنت قيادة أركان الجيوش التركية. تأتي هذه المناورات في ظل تدهور كبير في العلاقات بين تركيا وسوريا. وكانت وكالة فارس الإيرانية نقلت تصريحات للرئيس السوري بشار الأسد قال فيها إنه لا يحتاج لأكثر من 6 ساعات حتى يشعل الشرق الأوسط ويسقط الأنظمة القائمة فيه، مؤكدا أنه بعد 6 ساعات من سقوط أول صاروخ على دمشق سيحترق الشرق الأوسط وستسقط الأنظمة. هذا التهديد الواضح أسمعه الأسد لوزير خارجية تركيا داود أوغلو أثناء زيارته لسوريا، وفقا لمصدر عربي مطلع روى القصة لوكالة الأنباء الإيرانية. محتالون ينتحلون هوية مساعدين أو أقارب للزعماء العرب المخلوعين، يعرضون قدرا كبيرا من أموالهم عبر رسائل البريد الإلكتروني مقابل تفاصيل الحسابات المصرفية للمرسل إليهم. وقال كبير مستشاري الأمن في شركة سوفوس التي تعمل على تحديد رسائل الاحتيال الإلكترونية إن كم الهجمات التي رصدناها من هذا النوع هائل، وانتحل البعض صفة زوجة العقيد الليبي معمر القذافي أو أحد أفراد عائلته، إضافة إلى انتحال شخصيات من عائلة الرئيس المصري أو الرئيس التونسي. لمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا القدس.com.